وبنبدأ رحلتنا مع اللغات الإندوروبية بواحدة من أهم وأقدم اللغات في العيلة دي. تأثيرها في باقي اللغات ملحوظ وبنلاقيه في عديد من اللغات الأوروبية. النهاردة كمان لغة من أهم لغات العالم الإسلامي ذات أثر ملحوظ في الحضارة الإسلامية. انتشارها حاليا مش بس في إيران ولكن في جميع الدول اللي حواليها، أفغانستان وباكستان وطاجيكستان وغيرها. خلونا النهاردة نكلمكم شوية عن اللغة الفارسية ونشوف بدايتها ومراحل تطورها وإزاي اتأثرت وأثرت في كتير من الحضارات والثقافات التانية. حلقة النهاردة هتكون أطول شوية من المعتاد ولكن فيها معلومات حلوة كتير. هات ودنك وخليك معنا شوية. المستشرقين الأوروبيين بيسموا اللغة الفارسية فرنسية الشرق. السبب انه خلال القرون من ال 16 لغاية 19 ميلادي كانت اللغة دي منتشرة في نواحي كتير من آسيا، بالظبط زي ما كانت اللغة الفرنسية منتشرة في نواحي عديدة في أوروبا خلال القرون الوسطى، يعني من سواحل نهر دجلة غربا لغاية أواسط الصين شرقا، من بحر قزوين شمالا لغاية أواسط الهند جنوبا. رغم انتشار لغات عديدة في المناطق دي لكن هتلاقي اللغة الفارسية لغة مفهومة ومنتشرة، إن ما كانتش هي اللغة المحكية للسكان، برغم إنها عمرها ما كانت لغة منفردة في أي مكان. دايما في لغات تانية معاها حتى في إيران بلدها، ولكنها عندها القدرة إنها تفرض سيطرتها وتأثيرها القوي على الجميع. خلال تاريخها الطويل مرت اللغة الفارسية بأربع مراحل لغاية ما وصلت لشكلها النهائي اللي هو عليه النهاردة. خلونا نتكلم عن ده بشيء من التفصيل. خلال الألف الرابعة للألف الثانية قبل الميلاد استقر عدد كبير من القبائل الإندوروبية أثناء هجرتها في هضبة إيران. هم دول الناس اللي كونوا الشعوب الفارسية فيما بعد. ناس تانية كملت ناحية الغرب، راحت لأسيا الصغرى، دول اللي هم الحيثيين. ناس تانية طلعت شمالا، دول الأرمن. جماعات تانية راحت لمنطقة بحر قزوين، دول شعوب القوقاز والأتراك. بعضهم كمان كمل أكتر ونزح على روسيا وشمال أوروبا. عاشت القبائل الفارسية القديمة على الرعي لغاية ما تكون أول كيان سياسي ليهم في عهد قرش الأكبر في منطقة فارس، واللي قدر يوحد البلاد قبل القرن السادس قبل الميلاد، يغزو بيهم بلاد ما بين النهرين، يمد سيطرته على كتير من مدن الشام لغاية ساحل البحر المتوسط. ولأن البلاد دي كان فيها حضارات متقدمة بالنسبة للفرس في الوقت ده، فلقينا الفرس هم اللي تأثروا بيهم مش العكس. المحتل هو اللي تأثر بأهل البلد، ودي حاجة مش بنلاقيها كتير في التاريخ. بدأ الملك قرش يصور نفسه على جدران قصره زي ملوك بابل وأشور، نفس الهيئة نفس اللبس. ابتدى كمان يعمل دقنه وشعره زيهم، نفس الستايل بتاعهم. يبني قصور ومباني على نفس الطراز المعماري. أصبحت بلاده تشبه إلى حد كبير بلاد ما بين النهرين. كمان استخدم الملك قرش اللغة الأكادية البابلية، لغة مراسلات في البلاط الملكي بتاعه. ومن هنا ابتدى الفرس يستخدموا الخط المسماري البابلي، أول الخطوط اللي اتكتبت بيها اللغة الفارسية بعد ما فضلت قرون طويلة لغة محكية من غير كتابة. ولكنهم اختصروا كتير من الرموز بتاعتها اللي بيستخدمها البابليين، من حوالي 300 رمز وشوية خلوها 36 علامة بس، شالوا منها أصوات كتير فكانت كتابتهم أشبه بالأبجدية. أصبح بيتكتب بيها كل المراسيم والأوامر والتصريحات الملكية والخطابات بين الدول جنبا إلى جنب مع البابلية. ما زلنا بنشوف في عديد من النقوش الأثرية في إيران مكتوبة بثلاث لغات، الفارسية القديمة والعلامية والبابلية. ورغم قوة الدولة الفارسية الأخمينية في الوقت ده،
حربة الإغريق في آسيا الصغرى وصلت لغاية بيزنطة، ولكن أهمية اللغة الفارسية كانت مش أكتر من إنها لغة البلاط الملكي، كمان اللغة المحكية في بعض أجزاء إقليم فارس، ولكن أثرها في اللي حواليها مش كبير. لسه هي في مرحلة إنها بتاخد منهم أكتر ما بتديهم. خلال فترة انهيار الحكم السلوقي في الشام والعراق تنامت دولة الفرس من جديد. دي بقى مرحلة الدولة البارسية والساسانية من بعدها، واللي بدأوا يسيطروا من جديد على بلاد ما بين النهرين، يدخلوا في سجال مع الرومان والبيزنطيين من بعدهم. خلال الوقت ده حلت اللغة الأرامية محل اللغة البابلية، لغة مراسلات وإحدى اللغات الرسمية في بلاد كسرى، فابتدى الفرس يستخدموا الخط الأرامي لكتابة لغتهم، ولكن كالعادة عدلوا فيه كتير فنتج الخط البهلوي، واللي يعتبر أول خط أبجدي نظامي يتكتب به اللغة الفارسية. عدد حروفه كانت 25 حرف. كمان تأثرت الفارسية وقتها بكتير من المصطلحات الأرامية، وده يعتبر أول تأثير سامي في لغة إندو أوروبية. استخدم الزرادشتيين أو اللي عرفوهم العرب بالمجوس أو عبدة النار اللغة الفارسية البهلوية في كتابة تعليم زرادشت الحكيم أو النبي بتاعهم، فظهر ما يعرف بالأفيستا أو الأبستاق في الكتابات العربية القديمة، واللي أصبح أهم كتاب ديني في إيران في الوقت ده. مع انتشاره شرقاً وغرباً انتشرت اللغة الفارسية في أقاليم جديدة زي أفغانستان وطاجكستان وشمال الهند، ومن هناك بدأت اللغة الفارسية مرحلة القوة المستمدة من انتشار تعليم زرادشت وزيادة عدد المؤمنين به واتساع رقعة الدولة الساسانية وسيطرتها على كتير من الأقاليم. ولكن برضو كانت عيوب الخط البهلوي ان اغلب حروفه كانت شبه بعضها، الكتابة به صعبة، عايزة تدريب كتير، قد ينتج عنه اخطاء بالذات في القراية للناس اللي هم متعلمين اللغة دي مش لغتهم الاصلية، وده اللي بيخلي اغلب المتعلمين يفضلوا ان هم يتعلموا ارامي عن ان هم يكتبوا فارسي. كانت الكتابة الفارسية في الوقت ده قاصرة على طبقة النبلاء وبس او موظفين البلاط او الديوان في الوقت ده. كمان بدأ الاحتكاك ما بين اللغة الفارسية واللغة العربية القديمة من خلال عرب الحيرة المنازرة أو اللخميين شمال الجزيرة العربية. الممالك دي خضعت لنفوذ الدولة الساسانية، اتأثروا بيهم ثقافيا وحضريا، أخذت اللغة العربية في الوقت ده كتير من المصطلحات الفارسية. كمان ظهرت في أشعار العرب الشماليين في مملكة الحيرة كتير من الكلمات الفارسية. فضل الوضع ده لغاية هزيمة آخر كسرى للفرس يزدجرد الثالث على ايدين العرب المسلمين في نهاوند عام 642. اتفتحت بعدها بلاده كلها، دخلت في املاك الدولة العربية الاسلامية، تغيرت التركيبة السكانية هناك بهجرة كتير من القبائل العربية واختلاطهم بالسكان. كمان بدأوا الفرس في الاسلام واقبالهم على تعلم اللغة العربية قراءة وكتابة واهمالهم للغتهم اللي اصبحت عندهم مرتبطة بالزرادشتيين المجوس. كمان لسهولة حروف اللغة العربية واساليبها مش زي الخط البهلوي اللي قلنا عليه. كمان اللغة العربية بقت هي لغة الحكم والإدارة في عهد الخليفة عبد الملك بن مروان، فأصبح اللي عايز يشتغل في الجهاز الإداري لازم يعرف عربي كويس قراءة وكتابة. ولكن برغم من كده برضه ما وصلتش اللغة العربية لمرحلة اللغة المحكية أو لغة الشارع في كل الأقاليم الفارسية. فضل أغلب الناس يتكلموا فارسي، والعربي كان لغة مفهومة لكتير منهم بالذات المتعلمين. في الوقت ده بدأت مرحلة التأثير اللغوي المتبادل بين العربي والفارسي. اتأثرت اللغة العربية بكتير من المصطلحات الفارسية بالذات فيما يخص البلاط والأعمال الإدارية والسياسية والعسكرية. اتأثرت الفارسية بكتير من المصطلحات العربية فيما يخص المسائل الدينية والفقهية والأدبية وخلافه. ظهر خلال الفترة دي كتير من علماء المسلمين من أصول فارسية زي البيروني وابن سينا وأبو بكر الرازي، كمان علماء الفقه زي أبو حامد الغزالي، في الحديث زي النسائي والبخاري ومسلم، سيبويه العالم اللغوي الشهير اللي ساهم في وضع كتير من قواعد النحو العربي، والزمخشري اللي وضع كتب تعليم اللغة العربية لغير العرب، بديع زمان الهمزاني اللي قرى المقامات بتاعته يعرف قد ايه هو كان متمكن من العربي بشكل يمكن مش موجود عند كتير من العرب النهاردة. ولكن بنلاحظ ان الناس دي كتبوا مؤلفاتهم دي بالعربي، وده اولا لعدم انتشار اللغة الفارسية بره منطقة فارس، في حين كانت اللغة العربية هي لغة العلم والحضارة والمعرفة.
في بغداد ودمشق والقاهرة والقيروان وفاس وقرطبة. لو كتبت بالعربي كل الناس دي هتقرأ كتابك وتنسخه وتحتفظ بنسخة منه عندها. خلال العصر العباسي الأول في القرن التاسع الميلادي نتج عن الاحتكاك بين الفارسية البهلوية واللغة العربية خط جديد اقتبس فيه الفرس الأبجدية العربية، كتبوا به لغتهم وأضافوا إليها بعض الحروف الخاصة لتعويض الأصوات الفارسية اللي مش موجودة في اللغة العربية. كمان أضافوا للقاموس اللغوي الفارسي كتير من المصطلحات والأساليب العربية بشكل خلى اللغة الجديدة تختلف بشكل جذري عن الفارسية البهلوية. ومن هنا بدأ انتشار تعليم اللغة الجديدة بين الناس، بدأت اللغة الفارسية تنتعش من جديد. بدايات العصر العباسي الثاني في القرن العاشر الميلادي بدأت كتير من الدول الإسلامية أنها تتحرر من سلطة الخليفة في بغداد ويأسسوا دول مستقلة. ظهرت في فارس دولة السامانيين، واللي كانت أول دولة تتخذ اللغة الفارسية الجديدة والمكتوبة بحروف عربية لغة رسمية ليها. كانت لغة رسمية للبلاط الملكي والمراسلات إلى جانب طبعا اللغة العربية، سموها لغة البلاط. وظهرت كمان أول ترجمة فارسية للقرآن الكريم طبعا بعد استئذان علماء المسلمين في بلاد ما وراء النهر وبغداد ودمشق. كمان ترجموا بعض كتب التفسير زي تفسير الطبري، بعض كتب الأحاديث والسيرة والتاريخ. ظهرت كمان الخطوط الفارسية لكتابة اللغة الجديدة، واللي خدت شوية من روح الخط البهلوي القديم طوروها وعملوا مزيد من الخطوط الفنية الجميلة، الخط الفارسي أو خط التعليق زي ما بيسموه، والناس تعليق اللي يعتبر مستمد من خط النسخ مع الخط الفارسي. في العصر السلجوقي في القرن العاشر الميلادي زادت قوة اللغة الفارسية وانتشارها وتأثيرها في الأمم التانية. السلاجقة رغم أنهم كانوا أتراك أساساً، ولكنهم اختاروا الثقافة الفارسية لأن ما كانتش لسه لغتهم بالشكل أو القوة اللي تخليها لغة البلاط. ومن هنا كان التأثير الفارسي القوي في اللغة التركية. كمان وصلت فتوحات السلطان محمود سلطان غزنة وتوسعاته لغاية الهند، ومعاه أخذ اللغة الفارسية لهناك، واللي كمان أصبحت لغة رسمية لغيره من سلاطين الهند. كمان ظهر في الوقت ده كتير من كتب الأدب الفارسي، بدأ اللغويين منهم يعملوا قواعد للغة، نحو وصرف ومعاجم زيها زي اللغة العربية. كمان بدأ الشعراء منهم يكتبوا أشعارهم بالفارسية زي الرودكي، واللي يعتبر أبو الأدب الفارسي، عمر الخيام صاحب الرباعيات، وناصر خسرو الرحالة، والشاعر سعدي وغيرهم. ولكن برضو ما زالت اللغة العربية لغة مهمة، لغة العلم، لغة الثقافة. انت بتعرف عربي إذن انت متعلم ومثقف وبتروح مدارس، لكن اللي بيعرف فارسي وبس ده غالبا واحد لا بيعرف لا يقرأ ولا يكتب ولا راح مدارس. فضل الوضع كده لغاية الغزو المغولي في القرن 13 الميلادي، وقعد فارس تحت حكم الإلخانات، واللي برضه رغم ان هم ناس ليهم حضارة وثقافة ولغة مختلفة، لكن سابوا كل ده وتحولوا للثقافة الفارسية. بس في حاجة مهمة حصلت، بدأ انقطاع الصلة بالثقافة العربية بداية من العصر ده، ولأسباب سياسية طبعا اتكلمنا في الموضوع ده تفصيلا في حلقات قبل كده. فأصبحت اللغة الفارسية دون غيرها في إيران هي لغة البلاط والمراسلات والثقافة والعلم. انحصرت مكانة اللغة العربية، بقت في الأمور الدينية وبس، اقتصرت معرفتها على طلبة الفقه والعلوم الشرعية. ومن هنا بدأ علماء الفرس ان هم يكتبوا مؤلفاتهم باللغة الفارسية في كل نواحي العلم حتى في الدين. انتشر التصوف، اصبحت اشعار جلال الدين الرومي منتشرة في كل مكان، انتشرت معها اللغة الفارسية في اذربيجان والابخاز والهند وبلاد الاتراك وبعض الدول العربية اللي لها اطلاع على الثقافة الفارسية. ومن اشهر كتب العصر ده كتاب جامع التواريخ لرشيد الدين الهمزاني، واللي كان طبيب فارسي ومؤرخ.
كتب عن حروب المغول من بدايتها لغاية عصره، والشاهنامة أو كتاب الملوك للفردوسي واللي فيه 50,000 بيت شعر مزدوج، وبكده تعتبر من أطول أشعار الملاحم في التاريخ. من قوة اللغة الفارسية في الوقت ده إنها استمرت في ممالك الهند المسلمة لغاية أواسط القرن 19. لو دورت في المخطوطات القديمة في الهند وأذربيجان وبلاد الأفغان هتلاقيها كلها فارسي، في حين في إيران نفسها لو دورت في المخطوطات القديمة هتلاقي إن أغلبها كان عربي. في العصر الصفوي بقى خلال القرن 16 الميلادي تم استئصال اللغة العربية من كل بلاد فارس، اتفرض عليهم دراسة اللغة الفارسية وحدها واعتناق المذهب الشيعي كهوية للدولة الجديدة علشان يقطع الشاه اسماعيل اتصالهم بكل اللي حواليهم. كمان بدأت تنتشر الأفكار المعادية للعرب والمسلمين السنة عموما تنادي بفكرة ان العنصر الفارسي افضل، مع ان العنصر الفارسي تسيد واصبح قريب من البلاط، بل اصبح هو نفسه البلاط زي ما شفنا من بداية العصر العباسي. ولكن نظرة التعالي والعنصرية الجديدة دي بدأت مع العصر الصفوي، فضل الموضوع كده لغاية عصر الدولة القاجرية في القرن 18 الميلادي، وهنا بدأت اللغة الفارسية مرحلة هامة وجديدة من تاريخنا. في العصر القاجاري ولأن حكامهم كانوا من أصل تركي دخلت اللغة التركية كأحد اللغات المستخدمة في البلاط، ابتدى تأثيرها في اللغة الفارسية. المرة دي بقى بيحصل العكس، إلى جانب دخول ما يعرف بالحداثة في إيران في الوقت ده ابتدى يتراجع شوية نظام الكتاتيب أو شيخ العمود بتاع زمان، ويتم إنشاء مدارس على النظام الحديث بيتعلموا فيها فارسي وتركي وعربي ولغات أوروبية، روسي وإنجليزي وفرنساوي. نشطت حركة الترجمة تنقل العلوم الحديثة للغة الفارسية، ومن هنا أثرت اللغات دي على المعجم اللغوي الفارسي. في الصحافة كمان ظهرت الصحف بالتركية والأرمينية في طهران إلى جانب الفارسية، حتى في الأدب تراجعت شوية الأساليب الفارسية القديمة وظهرت الأساليب الحديثة في الشعر والنثر والمقالات، لغاية انقلاب الشاه رضا بهلاوي عام 1925 واللي رفع شعار شعب واحد لغة واحدة. رجعت من تاني النزعة العنصرية الفارسية ولكن بشكل قومي، انتهى وجود اللغة التركية والعربية في إيران، أسسوا أول أكاديمية للغة الفارسية علشان يحكموا اللغة ويطوروها وينقوها من الألفاظ الدخيلة. في تقارير قديمة بتقول إن الشاه رضا بهلاوي كان من أشد المعجبين بكمال أتاتورك واللي عمله في اللغة التركية، كان عايز يعمل نفس اللي عمله في اللغة الفارسية عنده في إيران، ولكن القدر ما أمهلوش، حصل الانقلاب عليه وتوليت ابنه مكانه عام 1941. بتتكون الأبجدية الفارسية من 33 حرف، 28 منهم هم حروف اللغة العربية المعروفة، ولكن نطقهم بيختلف عن العربي شوية، وده لأن اللغة الفارسية ما فيهاش أصلاً أصوات زي الثه والحاء والصاد والضاد والطاء والظاء والعين والقاف. الله، طب أمال الحروف دي بتنطق إزاي؟ هنلاقي مثلاً الثه والصاد نطقهم بيدي على سين شوية، الحاء بتدي على ه، والضاد والظاء نطقهم بيروح شوية على الزين، الطاء عادي بتتقلب ت، والعين بتتقلب همزة أو آ زي الإنجليزي، والقاف نطقها حاجة كده ما بين الكاف والغين. أما بقى الواو نطقها بيختلف حسب موقعها في الكلمة، لو كانت حرف متحرك بين سواكن بيتنطق في، ولكن لو كانت مد في وسط الكلام بيتنطق عادي واو. ده أمر ممكن يلخبط شوية ولكن بيتفهم مع الممارسة. حرف الألف عندهم بيتكتب من غير همزة خلاف العربي، ولكنه لو جه في وسط الكلام بيتنطق بهمزة، لو في نص الكلام أو في آخره بيتنطق ممدود، ولكن دايماً بيكون مفخم بيدي على واو شوية زي ما نقول طهران إيران. أما الهمزة عندهم فهي حرف مستقل خلاف العربي، بالإضافة كمان لأربع أصوات جديدة لمعادلة الأصوات الفارسية اللي مش موجودة في العربي، حرف بي واللي بيتنطق زي البي التقيلة في الإنجليزي، حرف التشي واللي بيتنطق زي السي اتش في الإنجليزي، حرف الجي أو الزين الأعجمية أم ثلاث نقط واللي بتتنطق زي حرف الجي في الإنجليزي،
واخيرا حرف الجي واللي بيتنطق زي حرف الجيم بلهجه اهل مصر. كمان في الفارسي الحروف المتحركه موجوده زيها زي العربي، ولكن مش بيعتمدوا عليها قوي في الكتابه. الكلمه كمان بتتكتب بحروف سواكن جنب بعض عادي، وتتشكل عن طريق علامات التشكيل المعروفه بتاعت العربي. وزي ما استعارت الأبجدية استعارت برضو اللغة الفارسية من اللغة العربية بعض مصطلحات النحو والصرف، وإن كانت قواعدها بتختلف تماماً عن النحو العربي طبعاً لأن هي لغة إندو-أوروبية. يمكن أكتر حاجة بتميز الفارسي عن العربي هو ترتيب الجملة نفسها. الاسم بيجي في الأول، أو الفاعل بيجي في أول الكلام، وبعدين المفعول، وبعدين الفعل في آخر الكلام، وده بخلاف أغلب اللغات الإندو-أوروبية الحديثة على فكرة. قد تكون هنا الفارسية زيها زي الإندو-أوروبية القديمة، ولكنها تأثرت بالعربي في إنها ممكن تشيل ضمير المتكلم ويتفهم من ضمن الكلام. الاسم عندهم قد يجي بسيط من كلمة واحدة أو مركب من كلمتين جنب بعض يتنطقوا ككلمة واحدة. بالنسبة للتعريف والتنكير، القاعدة بتقول إن الأسماء عموماً بتكون معرفة ما لم يتحط أداة تنكير قبل الاسم، يك أو واحد، كده يبقى الاسم نكرة. في الفارس الحديث قد يستدل على تعريف الكلمة بإضافة هيه في آخر الكلمة، كده بقت معرفة. كمان اللغة الفارسية ما فيهاش مثنى مفرد وجمع على طول. الجمع القاعدة الأساسية بتاعته إنك بتضيف ألف نون للاسم في الآخر، كده تبقى جمع. بعض الكلمات بتاخد هاء وغالبا بتبقى جماد أو شيء غير ملموس أو معنوي، ولكن لو الجملة فيها أرقام 3 5 10 أو كلمة بتدل على الجمع، الاسم ممكن تقوله في صيغة المفرد، ما هو كده كده مفهوم إن هو في صيغة الجمع. طيب بالنسبة للأسماء اللي جاية من اللغة العربية، لا دي بقى جاية بالجمع بتاعها، بتاخد واو نون عادي للمذكر وألف ته للمؤنث، أو حتى جمع التكسير بتتنطق زي ما هي. بالنسبة للضمائر بقى فهي ثابتة في اللغة الفارسية، لو حفظتها انت كده ضمنت معرفة كتير من القواعد في تصريف الأفعال والإضافة. ولكن الملاحظ ان ما فيهاش تفرقة بين المذكر والمؤنث بخلاف العربي. في الملكية الاسم بياخد إضافة بسيطة، صوت إي خفيفة كده ما بينهم، أما ضمائر الملكية أو محددات الملكية فبتكون زي العربي، بتيجي بعد الكلمة مش قبلها زي اللغات الإندو-أوروبية الحديثة. كمان في نقطة مهمة جدا، اللغة الفارسية ممكن تكون فيها كلمات جديدة بإضافة بعض الكلمات والإضافات لبعضها، تديك كلمات بيختلف فيها المعنى تماما، والنقطة دي هتلاقيها في اللغات التركية والأردو والكردي والبشتو وأغلب اللغات الإندو-أوروبية من الفرع الآري. الأفعال في الفارسي ليها ثلاث أزمان، الماضي والمضارع والمستقبل، وطبعا بالإضافة لصيغة الأمر زي اللغة العربية. ولكن الماضي لوحده ليه خمس صيغ مختلفة، ودي بقى زي الإنجليش، الماضي التام والماضي المستمر والماضي القريب والماضي البعيد والماضي الشكي. دي لما يبقى الفعل فيه شك في حدوثه، حاجة كده زي ما أقول أنا قد أكون رحت هناك. كمان في اللغة الفارسية في نقطة الأفعال المساعدة زي verb to be في اللغة الإنجليزية، الموضوع ده مش موجود في اللغة العربية، وعلشان كده فعل الكينونة ده مش بيترجم للعربي. في بعض الجمل بتستخدم الأداة را لتحديد المفعول وفصله عن الفاعل بتاع الجملة. وفي النهاية عايزين زي ما احنا متعودين نسمع صوت اللغة الفارسي طبعا من أهلها، ونشوف إحساسنا بيها هيكون ازاي. نسمع كده. زبان فارسی یکی از مهمترین زبان‌های جهان اسلام است. تمدن اسلامی در همه زمینه‌های علمی و ادبی کتاب‌های زیادی ارائه کرد. نوشته شده توسط برخی از مشهورترین چهره‌های تاریخ بشر. همه دنیا آنها را می‌شناسند و هیچ کس منکر فضیلت آنها نیست. ودی کمان بعض ابیات من رباعیات عمر الخیام. می‌نوشت که عمر جاودانی این است. خود حاصلت از دور جوانی این است. هنگام گل و باده و یاران سرمست. خوش باش دمی که زندگانی اینست. گرمی نخوری تنه مزن مستان را. کردست دهد تو بکنم یزدان را. تو قره مشو بدین که من می نخوری. صد کار کنی که می غلامست ان را. قومی متفکرند اندر ره دین. قومی به گمان فتاده در ره یقین. می ترسم از آن که بانگ آید روزی. کای بیخبران راه نه انست و نه این. النهارده
النهاردة اللغة الفارسي هي اللغة الرسمية في إيران، تعتبر اللغة الأم لحوالي 60% من عدد السكان هناك. كمان هي اللغة الداري في أفغانستان، واللي بيتكلمها حوالي 25% من سكان البلاد، ومفهومة لباقي السكان. هي كمان اللغة التاجيك في طاجيكستان، بيتكلمها حوالي 60% من عدد السكان كلغة أولى. كمان لغة مفهومة ومتداولة في جمهورية أوزبكستان وأذربيجان، ولكن هناك بتتكتب بحروف سيريل أو بحروف اللغة الروسية المعروفة، ودي حاجة كده من تأثير الحقبة السوفيتية عليهم خلال القرن العشرين. طيب يعني الناس دي هل بيفهموا الفارسي والإيرانيين النهاردة بيفهموهم؟ بيفهموا بعض، ولكن النطق قد يكون مختلف شوية من مكان لمكان. كمان بعض المصطلحات اللي دخلت في اللغة التاجيك من الروسي والتركي، في الداري من البشتو والأردو، كمان لغات وسط آسيا، ولكن المجمل كله فارسي لو حصرنا الشعوب اللي بتنتشر بينها اللغة الفارسية، سواء لغة أم أو لغة ثقافة، هنلاقيها النهاردة أكتر من 110 مليون شخص، وده اللي بيدي للغة الفارسية مكانة عالية بين لغات العالم. بالنسبة للناطقين باللغة العربية، دراسة اللغة الفارسية موجودة ولكن على النطاق الجامعي في كليات الأداب. كمان بالنسبة للناس المهتمة بالثقافة والأدب والتاريخ أو الشأن الفارسي بشكل عام، ولكن العرب نفسهم النهاردة ما بيدرسوش فارسي أو مش بيفهموه زيهم زي زمان، باستثناء بعض مناطق في جنوب العراق ودول الخليج عموما بحكم الوجود الفارسي هناك من زمان طويل، بعكس إيران واللي لغاية النهاردة دراسة اللغة العربية هناك موجودة في المدارس الثانوي ومفهومة بين كتير من السكان. أما عن العلاقة بين اللغة الفارسية والإنجليزي فهي علاقة قوية جدا، ورغم بعض المسافة دي في أواسط آسيا ودي في طرف أوروبا، والزمان اللغة الفارسية عمرها حوالي 3000 سنة والإنجليزي الحديث ما يعديش 500 سنة. وطبعا اختلاف الثقافة، ده شرقي وده أوروبي، ولكن فيهم كتير من الكلمات المتشابهة لحد كبير. ويمكن الأمر ده هو اللي دفع علماء اللغات لدراسة اللغات الشرقية في زمن الاحتلال الإنجليزي للهند، وتكوين المخطط النهائي للغات الإندو أوروبية بشكله المعروف النهاردة. في الحلقة اللي جاية إن شاء الله هنكلمكم شوية عن اللغة التركية، ونتعرف على أشكالها من بدايتها ولغاية النهاردة، وكمان ناخد لمحة في تاريخ وحضارة الشعوب التركية. أكد على اشتراكك في القناة، وتابع كمان صفحتنا على فيسبوك وتويتر والإنستجرام. شكرا لكل مشاهدينا اللي بيدعمونا عن طريق الاشتراك في القناة أو عن طريق خاصية سوبر تانكس، دوس على الزرار الأبيض اللي تحت تفهم أكتر. في انتظار تعليقاتكم، واستنوا حلقتنا اللي جاية على قناة أقل الربي.